على بركة الله بدأت هيئة التصنيع الحربي بهذا الاستحقاق المهم نحو صناعة عسكرية دفاعية بجهود أبنائها المشهود لهم. قيمة هذا المشروع وأهميته أنه كان متوقف منذ عام 2004، وهو كان مخطط له منذ التسعينات. اليوم أنجز بهمة العراقيين الفنيين الأخوة الأعزاء بعمل متواصل بمحطات ثانوية وخطوط وتفاهمات وتنسيق مع وزارة الطاقة التركية. إن رؤيتنا للمخدرات والمؤثرات العقلية لا تقتصر على الضرر الذي تستهدف به شبابنا، رغم أن تهديد قطاع الشباب يعني أن مستقبلنا بمجمله يقع في دائرة الأخطار. فأكو إمكانية، أكو أموال عند القطاع الخاص قدروا من خلالها يستوردون خطوط إنتاجية بأحدث التكنولوجيا، فهذه الإمكانية يفترض نقابلها إحنا كحكومة اللي قاعد نأكد على أهمية دعم الصناعة الوطنية بشكل عام المدنية أو الحربية بالتشجيع، مو فقط بالكلمات وإنما بكل إجراءاتنا، القضايا اللي تتعلق بتأمين متطلبات أجهزتنا الأمنية.